شنو هي حكايه البلبولي البلبولي اه تعرف كل الفتره اللي بعد فيها عن النادي الافريقي اه معناتها جات فتره خلاف بينه وبين الهيئه حب يخرج حب يفسخ الهيئه معناتها اصرت على استرجاع فلوسها من بعد رجع هو بعد ما عمل رساله اعتذار درب اه سوء الحظ انه لعب مباراة كان صدقني ربي المتلوي م. وصارت له اكل اصابة في ظهر وذيك وانا حكيت مع الدكتور ترابلسي ويأكد لي انه الاصابة موجودة من وقتها معناتها كان ثم الحارس سيف الشرفي وكهو معناتها هذه هي الوضعيه تمام مقابلته مقابلات رفض من... يبقى على البنك. ايش نقول لك؟ رفض انت... لا اما طلب بعفائه رفض التحول مع الكيوب لمصر مقابله الاسماعيلي. لا, لا 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 ما كانش مطروح الموضوع هذا ايش نقول لك؟ صحيح صحيح معناتها باش نكونوا واضحين صحيح انه معناتها تقرا على اساس انه رفض اما كي هو يمشي على اساس انه هو الحارس الرابع. <applause> من الاول يقول لك انا باش ماشي معناتها خليني نقعد نترنا في تونس فقط. ملعبي محترف في قالت لك جمعيتك تمشي تمشي شنو لا هو ما قالش م... م... لا مش موافقوا وقت اللي هو يطلب والف... والاداره توافق له مع عادش مع عادش مع ما عادش ثم رفض ما عادش ثم رفض فهمني معناتها ماهوش رفض مش قال مانيش ماشي والاداره قالت له امشي وقت اللي هو يبدا لو كاتريام الي لو كاتريام سوغ لا ليست معناتها مش باش يلعب ويطلب منك بكل لطف يقول لك ترخص لي في اني نقعد. والاداره ترخص له باتفاق مع المدرب ما نجم نجموا على رفض مازال مكمل في الكليوب ولا باش يخرج لا هذاك مز... نقول تحب نعطيك راي الخاص مم. فهمت انا بالنسبه لي انا خلافا لما يعتقده الكثير بالنسبه لي انا انتداب البلبولي هو انتداب من انجح الانتدابات علاش لانه البلبولي وهذا من خلال معرفتي به من اللي كان في ليجون انسان رباح وحتى وقت اللي ولا في النجم الساحلي ولو خيان في النجم الساحلي اللابور اللي يعطي فيه للجروب كبير صحيح في النادي الافريقي من الاول ما مشاش لكن انا نتصور انه البلبولي كان يقعد ينجم يكون ان تري بون انكادرور للي جون للجارديان جرجيس العاطف معناتها ينجم بلبولي يكفي انك تقعد معاه وتحكي معاه وكل عام تاع خوفه من جماهير النجم اللي ما قبلتش انتقاله للنادي الافريقي نعتقد انها مشات وفاتت على روحها دونك البلبولي روكي كي تقعد معاه ينجم ينفع النادي الافريقي مش بالضروره كحارس اساسي مش مفرق عندك زوج حراس معناتها كونفيرمي في ميليو هما يعني عاطفين قلت لك و... و... قلت لك و... بور لونك و... لي زونكادري باهي السالير اللي ياخذ فيها نتاع واحد باش يكادري معناتها لا معنا ما ب... انا سمعتني ايش قلت لك قبيليكا قلت لك لي سالير الكل سورون ريفيزي معناتها باش يولي ثم معناتها مراجعه قبليك حكيت لك قلت لك راهو القرار اتخذ في مراجعه جميع الحوافز الماليه ولا والو... معناتها إيش نقول لك تعطي للنادي يعطيك